سالي بروعه ودالكم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ومرحبا بكم وصحة فطوركم. لا فيكتيم تاع حلقة اليوم هي الفنانة نوال اسكندر اللي جات من اجل خونا معمر كما باقي لي زانفيتي في الحلقات اللي فاتوا، ولكن لما ينوض رئيس الجمعية يحب يعتدي على خونا معمر هنا راح تكون عندها اون فورت رياكسيون. بدون اطالة مشاهدينا نخليكم تكتشفوا احداث حلقة اليوم، ما تزاطيش. حيوا معايا جميعا الفنانة نوال اسكندر. مساء الخير نوال. مساء النور على السلامة. مرحبا بك. بيك وانا عايشة. بلاطو مازال اسبوار. ربي يخليك طول عمرك. ميرسي. عجبك شوية البلاطو؟ وي البلاطو. حلة جديدة. يهبل. ربي يخليك. مرحبا بك. بيكم وبالبيبليك بيان سور، سورتو البيبليك. ربي يهنيك. ميرسي. لكن حالة اليوم حالة نادرة. نروحوا نتعرفوا عليه في هذا الروبورتاج ثم نعود. كم هو صعب أن تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق أن تضطر للعمل وأنت دون سن العشر سنوات. صرات لي أكسيدون وقيها ترا من هذاك العام وأنا سوفري، فسوفريت هنا بزاف، وزيد الناس يخزروا فيك خزرة ماشي مليحة، ما تقولي حقروك بالخزرة ديالهم. ماذا بي إن شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح إن شاء الله للألمان ندير لي بروتيز تما ان شاء الله، قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس عرقام تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. بلاد احنا تاعنا معاق سفري بزاف في البلاد، ولحقت وين حتى سيد ننتحر شعر مخطره، ومن بعد الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمه عمليه عمار لوضع رجلين صناعيين بالمانيا. وبتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. يا رحمن معمر يدير خطره. تحيه لمعمر. معمر شوفك تبكي، احكي لي شويه على حياتك، احكي لي شويه على الاشياء اللي ما شفناهاش في هذا الروبورتاج. بون السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا قناه البلاد على الحصه هذه. مرحبا بك. وانا كنت صغير كنت مع يما وبابا في طوموبيل، لنا اكسيدون ماتوا ربي يرحمهم. الله يرحمهم. تربيت يتيم، نوال شوف أثرتي كثير. تحية نوال. أعطولها كلينكس نوال. كلينكس المخرج نطلب منه يبعث لي كلينكس. أحمد جيب لي كلينكس. سامحني انا جو سوي سنسيبل، ما ماشي باش زعما نزيد نكمل عليه. في دارك و جو سوي سنسيبل. انا ما نقدر هاد الحكايات، ما دايوغ نيمبورت كالي ميسيون تجوزوها ولا نبكي في الدار غالب. تفضل معمر وصل القصه تاعك. قلت لك كيما قلت لك تربيت يتيم، رباني جدي ربي يحفظه ان شاء الله، كبرني قراني عاوني صرف عليا. بعد انا بديت نكبر شويه بديت نعرف بلي جدي انسان زوالي، قيس وقيس روحو، حبيت نعاونو. بديت نخرج، بديت نبيع الدخان، بديت نبيع كوكا ونبيع دوك عفايف في القطار. حتى جا نهار وين درت اكسيدون زدت قطعو رجليا. شجاعة معمر، شجاعة. انت عندك شجاعة، عندك ايمان بربي كبير. تفضلي سيدة نوال. معمر معمر شوف، حتى ولو يعني باسكو هادي حاجة ربي، حتى ولو ما عندكش الاب تاعك ولا يماك ربي يرحمهم، عندك جدك كبدت مرتين، قول ربي يخليه لي. وماشي يعني هي حاجة صعيبة صح، بصح ما لازمش تقعد غير تخمم بلي جو سي هانديكابي ولا انا راني جو سي با تو بير ليسبوار، باسكو حنا رانا نقولوا مازال ليسبوار. وما لازمش تبكي، باسكو دير في بالك بلي مازال الناس ملاح، مازال عندنا ناس اللي يديروا الخير، مازال عندنا ناس اللي
اللي انا ما تقوليش دوك انت برا ما يحنوش عليك ولا ما يحلوش عليك باب ولا ما يخزروش فيك ما تشوفش لو كوتي تاع هذيك النظره اللي يشوفوها هذوك الله غالب عليهم بالك ما يحسوش بالك ما تقوليش بلي كاين ما كاش نوتر كوتي اللي يحن عليك وتغيدو ويعاونك ماشي عيب وهذه حاجه تاع ربي قول الحمد لله وما لازمش تبكي سي فري حكايتو اكثر الحاج مساء الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نحمد ربي ونشكره ونكثر خير قناة البلاد عاونونا وكثر خيرهم الآن على ذكر الجمعيات والعمل الخيري اللي ذكرته الحاج إلى جمعية تيسير الخير اللي يرأسها السيد نصر الدين عزوزة مساء الخير سيدي مرة أخرى نشكر قناة البلاد العفو مرحبا على هذه الحصص الخيرية اللي شفنا باللي كانوا فيها نتائج في الحلقات الفارطة الحمد لله فيما يخص جمعية تيسير الخير خصصنا له طبيبة نفسانية مختصة في علم النفس راهي تتبع فيه والآن الأخ معمر من بعد ما كان يخمم في الحرقة والانتحار راهو يخمم باش يدير أرجل اصطناعية وإن شاء الله هذه ماشي حاجة صعبة علينا والتكلفة تاعها حوالي 700 مليون سنتيم تعمل نفس عمل القدم الطبيعية الطبيعية يعني جميل وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نلايمو المبلغ إن شاء الله أنتم جمعتوا مال ما جمعتوش يعني أنا عم إحنا حوالي رانا لحقين حوالي 170 مليون سنتيم ما شاء الله معمر مفاجأة أولى ليك هذه يعني 170 مليون سنتيم وما راهيش بعيدة لاسوم ديالك وإن شاء الله يا ربي يطمو لك قاعد لاسوم وتروح وإن شاء الله توقف على رجليك ومن بعد أنت تعاون جدك إن شاء الله كلام جميل أعود إليك سيدتي المختصة في علم الاجتماع سيدة إلهام شعباني لحقنا إحنا الدرجة دي من اليأس في الجزائر بعد ما شفنا الحالة هذه ما شكيتش راح يكون بعد ذلك يأس في الجزائر الناس يخزروا فيك واحد الخزرة يزدوا يحقروك بها بزاف وزيد لي موايا ما كاش تاع واحد عندي كابيس في الجزائر أنا خممت نحرق قلت يا نلحق ما نلحقش نموت وخممت على مخطران سويسيدي وخممت ما خلاص طعت لي ياس والحمد لله من بعد بالعقل داويت الطبيب بسيكولوج عاونتني كانت تهضر معايا تفهم فيا بلي نورمال الو نو سيلمون حياتك في اللعب ما على بالكش راح توصل لما حش توصل ولا وصلت تمرمد جو فوا با علاش يحرقوا وكان يحرقوا هما يموتوا شوف ماليهم شوف يماه الكبده تحت تحرق خاوتهم اني نشوف فيهم في ريبورتاج دي فوا لا تيلي يقطعوا لي قلبي وما نحملش ولا غير نبكي باسكو نقول هو راه مات ربي دائمته بصح شكون اللي تسوفري سيلي مات الخو البابات تخلي فاميلتك يعني مش ستة وتقعد لهم حلقة جو فوا با علاش ربي يهديهم ان شاء الله يا ربي امين تحية لنوال سكندر معمر قدر البرنامج يجمع لك إضافة على واش جمعته الجمعية 550 مليون سنتيم فوالا ما قالش بزاف الحمد لله يا ربي ما قالش بزاف العكس هذا المبلغ هذا ظن انه اكتمل نسلموا له الشاك ونعاودوا نكملوا النقاش ثم نختم الحلقة تفضل احمد تفضلي سيدتي نعطوا له الشاك ايوه الشاك مبروك عليك التوفيق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ماما الفرحة تاعك راهي ان شاء الله ها الشاك 550 مليون سنتيم شكرا تفضلوا معنا الاماكنكم نعاودوا نكملوا النقاش مبروك عليك ربي يحفظكم عليك ان شاء الله جميع انسان راه محتاج ان شاء الله ان شاء الله ربي يسخر له ما راه متمني ان شاء الله ان شاء الله اذا مشاهدينا وصلنا احنا لنهايه هذه الحلقه ما بقاش وتحيه الجزائر حبيت نقول حاجه برك تما طبعا ماذا بيا الشاك هذاك يعطيه لي ليا الشكر عندك عطيني نعطيك سيدي عندي الصليب عطيته لي يعني ما كاش مشكل كاينه حاجه حبيت نقولها برك الانسان هذا الرئيس هذا هضر باللي دخلت 170 مليون الكونت هي دخلت 300 مليون ما كاش من هذا الحكايه لا الشاك وحده يعني هو مين قال لك واش هضر هو على الكونت تاعنا دخلت 170 دخلت 300 مليون راه ما عندك ما مش عندي في الكون دخلت 300 وهو راه وقال لي دخلت 170 جمعيه تما راه 130 ما هضرش عليها علاش وانا جاتني معلومه اسمح لي عندك دلائل دقيقه دوك نعطيك الدلائل دقيقه يقول لي
جاتني معلومه من عند الاعضاء اللي يخدموا معاه، وكاين تليفون تحبوا نعيطوا دوك نعيطوا دوك ماشي مشكل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا سرق 130 مليون. اعطيني الشيك روحي ربي يهديك. ربي يهديك انت نصبح انت تحيا الجزائر. انت راكي ما دخلش في هذه الامور. انا مراه وانت راجل دير حوايج تاع راجل ونص. انا انا مراه عباك تقلبت. اعطيني الشيك عيب عليك. يا سي محمد عيب عليك. هذا راه مجرور. مجرور ما تدخليش روحك. اعطيني الشيك ما نعطيهلوش. ما تدخليش روحك. هذا تو يرعش فيا. هذا ما تكلمش مع الضيفه تاعنا. ما تكلمش معاك فضلك. امشي روح امشي. قاعدين نوضوا. امشي نوضوا انتوما ميتين. شدوه. يا طلقيني انتوما قاعدين تو تخزروا انتوما معاه. خوافين هذوك خوافين. اعطيني الشيك. يا طلقيه. والله غير نديك. دوك قاعد يحطوا. ما تخلينيش. جيب يدك. اعطيهولي ليا. ما تروحش يا هرب. انت يا بعدا انت. اعطيها الشيك. قعدوا تفرجونا. ما تحشمش. ما تخليش روحك. بلال ما يخرجش من البلاطو. ما تحشمش خويا راجل. ها قاعد ما لا تطلب انت. انا راجل سراق. منين؟ منين؟ دخلني انسان هذا هو عاب. تو ني با هيما. انا مش عارف. تو ني با هيما. خلي بحال نقول له حي وين قريب. تلقي السيد هذا تفضلي شوفي. سبحان الله دخلتي روحك. ما يخرجش تنحو الشك. اسمعي داير علينا برك. ما يخرجش غير ما تقلق. صافي لو فات اللي هو الا في دار جمعيه. تفضلي. اللي يدير جمعيه. تحولت مكياج. سمحي لي سانتي كي لزقت يدك. دخلت يدي لداخل. يدها لزقت. مدام قولي لنا كيفاش. جو سوي نيرفوز. شديتي لي ناخ دابا. قعدت نقول يا خويا لوجه ربي ما فيهش كاع الرحمه. وطحت على وجهك عباك قلبي حبس. لا هو حطيته هو دار ما بانكش. هو ما كنتش نرمي فيه. مشاهدينا الكرام انا ما كنتش نرمي فيه. لا مشاهدينا الكرام خبطوا في القاعه على وجهه. مشاهدينا الكرام رماني. والله لو كونسيبت الي سي فغي. غير قول بلي راكو تمدوا في واحد الميساج نو سالمون الحراقه اللي زون بيردو ليسبوار. الجمعيه هذه دايوغ قلت لهم عودوا عيطوا لي مقبله في ليكولي ثانويه نهضروا وهادو قولوا نوضوا معايا بصح انتوما معاه باسكو شفت منا ما كاش لي توني هادو فيغ تاع الجمعيه. قلت لهم نوضوا. ومن بعد تلفت لي كي وليت انا ما شفتش لي بول. قلت لهم نوضوا كنت تشوفوا في ايه بصح انتوما معاه. اللي راهم يخموا على الحرقه ماناش حابين نزيدوا نتوخذوا في ولادنا اكثر واكثر باسكو راهم يروحوا بزاف لي جون لي مامون لي بيبي. الوغ انا نقول لهم لا للحرقه ونقول لهم ثاني يعني اللي يقدر يكون عندنا كا هكذا ما يقطعش الياس كيما راهي عندنا هنا واللي يقدر يعاون يعني نعاود فيها ونقول ونعاود يا لو كان بشيبا ب 1000 راك معليش نقولوها بدرجه تكون يعني تفيد الانسان هذاك اللي يقدر يدير الخير غير يدير الخير. ربي يحفظك. هذا ما كان. قوم صحه فطوركم صحه رمضانكم وردوا بالكم. بون نقول لكم ان شاء الله نقول لكم صحه فطوركم صحه رمضانكم والعقوبه لكل عام وردوا بالكم. ربي يحفظك. ردوا بالكم. غدوه ان شاء الله مع انفيتي جديد وحلقه واعره كما تعلي ان شاء الله. سلام.